ما شاء الله. هذا يعني من وضع هذا البئر سبيل، سبحان الله، الناس تشرب منه في هذا المكان الذي يعني سبحان الله ما نرى فيه أحد الآن. طيب، وإيش تقول هذا نوع البئر يا شيخ؟ طوق. طوق. مطوق. مطوق، أيوة. طيب. الحجار، هذه الحجار ما حد يقدر ينزل فيها لأنه مبيت للحجار. يعني من المخاطرة بمكان أن الإنسان ينزل في مثل هذه الأبيار، لأنه أكيد يكون فيها بعض الحياة. نعم. الله المستعان، الله المستعان، ما شاء الله.